صحيح اللي يعرفوا شان يعرفوني، انا سهى انترن دونتير. الانترنال بتاعي تو نعملها في الكلينيك اوسبيتالو يونيفرسيتير دو تونتولوجي في المستير، واليوم قررت باش نهزكم معايا للكلينيك. نبدا نهار بفطور الصباح، وبما اني مانيش من العباد اللي تقوم بكري، فطور الصباح ديما يكون بسيط كيما هكا كيما قاعدين تشوفوا. بعد نخرجوا للكلينيك، وبما انه الكلينيك في مستير ديجا وين انا نسكن، دونك نخرج مع عائلتي. احنا الكلينيك احنا تو في وسط الكلينيك، وهذا القسم اللي انا انترن فيه، قسم جراحة الفم والاسنان. تو كياش ندخلوا شقار، واحنا في سال داتونت اللي يستناو فيها المرضى ويقيدوا فيها رواحهم قبل ما يدخلوا. كي ندخلوا نخرجوا على اليسار، نلقاو خزانة عليها لي ليتريزون لي بوند راديو لي زوردونونس، وزيد نلقاو الورقة اللي لازم نقيدوا فيها البريزونس كل نهار. اوغوزمون جيت الصباح بكري، دونك باش نجم نصور لكم برشا حاجات بما انه سيرفيس فارغ. دونك في الخزانه هذيا نلقاو على اليمين لي كاربي دانيستيزي لي سورانغ لي نستخدمهم في التبنيج، الكل ناخذوهم من هونيك. على اليسار نلقاو كانيو داسبيراسيون ولي كوتون. ندورو على اليمين نلقاو قاعة التعقيم او سال دو ستيريليزاسيون. نلقاو ديجا هونيا لي شاريو نتاع الشيروجي حاضرين بالماتريال نتاعهم يستناو. السال فارغة كما قاعدين تشوفوا، اما الماتريال يكون حاضر ديجا ستيريليزي. هنا لي بواد ديكزاما بالانسترومون نتاعهم، لي بواد ديكزو، وهنا لي انسترومون اللي نستحقوهم الكل، سواء لي ستور سواء لي اكستراكسيون. وهذوما لي بوكس اللي نخدمو فيهم. لي بوكس يكونوا مرقمين كما قاعدين تشوفوا. الكل في الكل عنا 9 بوكس في السيرفيس، منهم لي بوكس يصيروا فيهم لي زاكت سامبل لي زيكزو سامبل، والا لي بوكس دو شيروجي. ويكون كل انترن عنده بوكس باغ سيمين، كل جمعه بوكس جديد نخدمو فيه. وهذايا البوكس نتاعي للسيمين هذه، تو نعمل دورة فيه نوريكم شنو تلقاو في البوكس. نلقاو الشريو هذايا اللي نحطو عليه البلاتو ديكزاما بواد ديكسو نستحقو الكل، وهذايا الفوتوي اللي لازم يكون فيه الكراشوار، وهذه اليونيتي حالة تحليلة نعرف ما تخدم فيها ديجا كان البومب اللي تخرج هواء تخرج ماء. وهذايا السياليتيك تاع الضو، وتلقاو في كل بوكس 3 بوبيل كيما هكا. بيان سور كل بوبيل عندها حاجه معينه لازم تقعد فيها. خنوريكم في سا الفيو اللي عندي من البوكس. عندنا لي سال خاصين بينا، قاعة لي ريزيدون الاعوان، وهذه قاعة الانترن نتاعنا. ما تفاجئوش باش تطيح الكاليتي على خاطرها ظلمه، جست نعلقوا فيها حوايجنا او سكاننا او شنو عندنا، اند ذاتس اول، دونت وري اتس نوت هانتد. نبداو نتلمدو لي زانترن الصباح شويه شويه، نستناو لي سانكيم و لي فيش دي باسيون. فوالا جاو لي سانكيم، يبداو يتوزعوا في لي بوكس، و بار بريوريتي نعطيوهم هما الباسيون الاول باش نجمو نكادريوهم ونعاونوهم هما يخدمو. اما جينيرالمون نعطيوهم يخدمو دو ا جوسكا زيد وحدهم، ما ندخلو كان عند الضروره. من بعد يجي وقتنا احنا باش ندخلو لي باسيون، دونك نبداو ندخلو الفيشه نتاعو ونشوفو شنو فيها، شنو عمل قبل، شنو لي تام نتاعو.
من بعد كي ندخلوه نعملو الاكزامان تاعنا ولازم زادا نعملو راديو باش نعرفو ايش باش نخدمو ونبداو الاكت وبيان سور يكون واقفين معانا دي ريزيدون باش يعاونونا اذا استعصى علينا الامر. نكملوا باسيوناتنا نجمو نغفو مع أصحابنا اللي مازالوا يخدموا نسستيوهم أو نعاونوهم. وإذا كانوا فاو لي فيش وفاو لي باسيون ومازال وقت المروح مجاش نجمو نهبطو نعملو غوتي باش نشمو شوية هواء. أما بالطبيعة ما نفوتوش 4 ساعة خاطر ديجا يكون وقت الغوتي سرقين وسرقر. Don't tell anyone. وبراتيكمون هكا يتعدى النهار متاعنا حتى لين يتعداو لي فيش ولي باسيون اللي مفروض يدخلوا اليوم الكل. وصلنا اخر النهار وديما نحاول انا اختي نخرج ونعملوا مارش باش نحافظوا على اللياقه البدنيه. اي نعم. وبيان سور بدلوا شويه حيوط ونشموا شويه هواء نظيف. وهذه يا أختي اللي لها بالتليفون ومش لها بيا جملة. وصلنا لآخر الفيديو متاعنا، إن شاء الله تكون عجبتكم الفكرة. ما تنسيوش الماسكوات متاعكم. stay safe and bye bye.